السلام عليكم إخواني، متتبعي قناة أبو براء. إن شاء الله أتمنى أعرفكم لاباس. اليوم كما تشاهدوا عندي الديك هذا، راه يعاني من إصابة في عينه، وعندي ذاك الديك الأكحل الأسود نتاع أيام سمعني كذلك، راه يعاني من مرض تنفسي. شاهدوا، اليوم جبت لهم هذا الدواء، وهو يسمى دوتور، وهو دواء بشري. رايحين نعطيهم حبة منه لكل واحد منهم، ورايحين نشوفوا النتيجة بعد أيام مع بعض. انتظرونا. هذا الديك المصاب، يوجد هنا انتفاخ حول عينيه، وراه يعطس، عنده زكام. كما راكم تشوفوا راه نعطيه حبة من هذا الدواء. هذا الديك الثاني المصاب، السلام عليكم اخوان، ان شاء الله راكم لاباس. مرحبا بكم في قناة يوميات ابو براء. رجعنا لكم بعد 5 ايام من استعمال الدواء البشري ديتور لمعالجة الحالتين اللي عندي تاع الدجاج، حالات مرض تنفسي اكيد، وحد اصاب عين احد الديكة، والآخر عنده شخير وزكام. أعطيتهم لمدة 5 أيام من هذا الدواء البشري ديتور، وهو من عائلة دوكسيسيكلين. يتكون من مشطين، كل مشط أو كل شريحة فيها 5 أقراص لونها أصفر. أعطيت لكل كل واحد قرص، كل يوم قرص بالنسبة للدجاج الكبير. أما للدجاج إذا كان عندك دجاج صغير، صيصان، حسب الحجم وحسب العمر. فمثلا صيصان صغيرة نعطيها نصف، وإذا كانت أصغر ربع حسب الحجم. كما تشاهدوا هاو الديك تاعنا، كانت مصابة العين تاعه، راهو فتحها العين، كان لا يستطيع الرؤية منها، وتوا راهو يشوف الحمد لله كما تشاهدوا في الفيديو. هذه العين الأولى، والعين الأخرى هي اللي كانت مصابة. رايحين تشاهدوا هاني العين تاعها راهي مفتوحة، والحمد لله الآن راهو لاباس. السبب الإصابة تاعها راهي راهو مرض تنفسي، هو اللي خلاه العين تاعه لا يستطيع منها الرؤية. لذلك أنصح بإخواني باستعمال هذا الدواء البشري لمعالجة الأمراض، بعض الأمراض التنفسية. هذا عن تجربة، وأشكر الأستاذ مصفاوي على النصيحة، والحمد لله نجحت معي عملية العلاج. لذلك أردت أنصح بها إخواني مربي الدواجن بالنسبة في الجزائر وفي الوطن العربي كله، وجميع من يتابع قناة أبو براء. كما تشاهدوا هاو الديك تاعنا اللي كان مصاب، راهو في صحة جيدة، عينيه الاثنين راهم مفتوحين. المرض هذا راهو تنفسي، قد يصيب اي مربي، وجربنا عدة ادوية ولكن قبل ليست في هذه الحالات، وبعضها يصلح وبعضها لا، لكن جربت هذا والحمد لله النتيجة راكم تشوفوا بعد 5 ايام. الحمد لله رب العالمين، افتح عينه في اليوم الرابع، لكن حبينا نزيد يوم اخر، والحمد لله. لا تنسوا الإعجاب
والاشتراك بالقناة والتعليق اللي عنده أي تساؤل مرحبا به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله.